نسخة تانية، ومهتمين جدا ان يكون في عروض مختلفة، مهتمين جدا ببناء الانسان، بجودة الانسان، بكل اللي يهم الانسان، مش بس الحقيقة من قوة ناعمة باشكالها المختلفة، برياضات كمان مهمة جدا جدا لأهلنا هنا في مطروح. زي ما قلت لحضراتكم انا عند نقطة البداية، سينما السيارات من مدينة العلمين. هينطلق السباق خلال لحظات، وطبعا هيكمل في مدينة العلمين. موروث ثقافي مهم جدا، تراث مهم جدا، والحقيقة انه دايما بيقولوا انه اللي بيحبوا الرياضة دي زي بالظبط اللي بيحبوا رياضة كرة القدم، زي مشجعي كرة القدم ما بيروحوا ورا الفريق بتاعهم في كل ملعب وبيشجعوه بكل قلب. الحقيقة انه كمان محبي الرياضة دي بيروحوا ورا العروض والسباقات والإبل في كل ميادين الجمهورية اللي بتبقى موجودة فيها. طبعا يعني هي رياضة حقيقي مهمة وليها تراث ومردود ثقافي مهم جدا جدا جدا، بيحييها مرة تانية. والحقيقة لما بنقابل ناس من أهالينا من القبائل المختلفة بيقولوا إنه زي ما الجمال دي كانت عون لينا زمان، الحقيقة إن إحنا بنحيي وجودهم مرة تانية من خلال السباقات والمعارض المختلفة للهجن والجمال، وبيبقى منظر بديع. أنا هسيب حضراتكم معاه من مدينة العلمين في نسخة تانية من مهرجان العلمين وسباقات وعروض الهجن، وهرجع لحضراتكم مرة تانية علشان نتابع اللي حصل في المسابقة، مسابقة الهجن النهاردة. يا مساء الرضا والفل والجمال على مشاهدينا في كل حتة في مصر. احنا دلوقتي مع بعض من احلى واجمل الحتت اللي موجوده في الدنيا كلها، مش هقول لك في مصر بس. انا اول مره اجي مدينه العلمين الجديده، والحقيقه فعلا زي ما اجدادنا بيقولوا اللي شاف غير اللي سمع. والله العظيم يا جماعه، قسما بالله العلي العظيم، حاجه في منتهى الجمال والحلاوه اللي في الدنيا. فعلا حاجه مفيش زيها في أماكن كتير جداً في الدنيا وفي العالم. المكان اللي احنا موجودين فيه هنا ده، كل اللي موجود ورايا واللي حضراتكم شايفينه من سنين قريبة فاتت كان مجرد صحراء، دلوقتي بيشغي حياة، حياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من مشاريع وأبراج عمالة بتبني، لفرص عمل وعمالة لإخواتنا وشبابنا وولادنا اللي شغالين هنا، لأسر من مختلف طبقات المجتمع المصري وكمان الجنسيات التانية اللي بتيجي من كل حتة في الدنيا عشان تشوف بحر مش موجود زيه في الدنيا، عشان تشوف أماكن ومتنزهات على أرقى وأعلى المستويات اللي ممكن تكون موجودة في أحسن حتة في الدنيا. فعلا قسما بالله إحنا موجودين في حتة فعلا يطلق عليها الجمهورية الجديدة. ده مكان أنا عمري ما شفت زيه في مصر قبل كده. في المكان اللي احنا نازلين فيه حتى في الأوتيل في 23 جنسية، من الصغيرين للكبار، كل واحد فيهم شايف حاجة تعجبه وشايف حاجة عجباه وبتميز المكان ده، عشان كده هو راكب طيارة وجاي لغاية هنا. تخيل بقى معايا الاستفادات والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية اللي المكان ده بيعملها، من عملة صعبة داخل البلد لمتنزهات وأماكن تلائم كل الطبقات اللي موجودة في المجتمع المصري. هتلاقيها هنا، هتلاقي حاجة تليق ليك وتليق لولادك وتليق لعيلتك، وده أنا شفته بعناية الاتنين محدش حكالي عنه. كل الفعاليات اللي احنا موجودين عشانها مع حضراتكم، سواء رياضية ولا فنية، تخليك تيجي هنا تقعد أسبوع ولا 10 أيام ولا أيا كان عدد الأيام اللي انت هتقضي فيها أجازتك، فعلا هترجع واخد أجازة فرحان وفخور ان انت قضيتها في بلدك مصر اللي فعلا شكلها بيتغير. خليني أقول لحضراتكم ان واحد من أهم الفعاليات اللي احنا بنشوفها وهتنطلق النهاردة هو سباق الهجن. لما قعدت ابص واشوف كده، طب الهجن ده تاريخه فين، جاي منين، لقيت ان هو واحد من اهم واكتر الحاجات اللي موجوده في تراثنا العربي بشكل عام والمصري خصوصا. يعني حتى لقيت صوره لسباق هجن مصري مرسومه سنه 1878. لما بحثت اكتر وشفت عشان اعرف بدايه السباقات بتاعت الهجن في مصر كانت امتى، اول حاجه عرفت اوصلها كانت 1988
في سيناء، كان تحت إشراف المسؤولين في مركز شباب بئر عبد في منطقة الرواق. ومن ساعتها وسباق الهجن ابتدى ياخد شعبية، وبقى فيه قبائل كتير حتى زي الحويطيات وزي الطرابين والعزازمة وغيرهم، بقوا مشهورين بفكرة الهجن وفكرة سباق الهجن. ودي نقطة كل بلد في كل حتة في الدنيا بتهتم ان هي يبقى عندها فعاليات رياضية على حاجة تخص التراث بتاعها، حاجة تبين الهوية والثقافة بتاعتها. والهجن واحد من اكتر الرياضات اللي مغروسة في التراث العربي والمصري. بعد كده بقى عندنا الاتحاد المصري للهجن، وبقى عندنا فعاليات اكتر واكتر. النهارده بقى هنشوف سباق الهجن موجود في مدينة العالمين الجديدة، حوالي بنتكلم في عدد يقترب حوالي من 50 من الجمال المخصوصة في سباق الهجن. وحتى لما قعدت ابص شوية واشوف، طب ده على فكرة في الهجن ده في السباق بتاعهم بيبقى الجمال بتجري وفي زي راكب آلي عليها غير الخيول. الخيول بيبقى فيه فارس، في جوكي راكب الفارس وبيجري بيه، الهجن بتبقى مختلفة شوية. حتى ولو في بعض السباقات بيتم تطويرها شوية وممكن يبقى فيه كمان فارس راكب على ظهر الجمال، ولكن في الآخر هي واحدة من السباقات وواحدة من الرياضات الجميلة المحببة اللي ليها جذور تاريخية وجذور ثقافية في منطقتنا العربية وفي جمهورية مصر العربية، اللي بتتغير وشكلها بيتغير وبقت بالحلاوة والجمال اللي حضراتكم شايفينها دي. مكملين معاكم ومستمرين معاكم في مهرجان العالمين الجديدة، فعاليات رياضية وفنية وثقافية وترفيهية وكل حاجة تمت بصلة للأجازة والاستمتاع وللمنطقة الساحرة اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم دي. مكملين معاكم لغاية 30 أغسطس، هنكون معاكم دقيقة بدقيقة لحظة بلحظة. وبنصح أي حد منكم عايز يتمتع وعايز يبسط يجي العالمين الجديدة، هيبقى فخور وفرحان انه بيستمتع وبيقضي اجازته في بلده مصر.
أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة التلفزيون المصري. معكم مشاهدين من فعاليات مهرجان العالمين الجديد، أهلا بكم. من مدينة العالمين الجديدة والمهرجان الذي يحمل الاسم نفسه، تابعنا وحضراتكم فعاليات انطلاق عروض وسباقات الهجن ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. شارك في مسيرة سباق الهجن نحو 50 جملا و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن، وسط تشجيع وانبهار لعدد كبير من زوار المهرجان. تنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العالمين. يشارك في الاحتفالية نحو 50 من الجمال و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن. يأتي اهتمام مهرجان العالمين الجديدة برياضة الهجن بعد الإنجازات التي حققتها المشاركة المصرية المتميزة على المستوى العربي والإفريقي والدولي خلال الفترة الماضية. للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، الصورة تتحدث عن نفسها بمزيد من الجمال والبهجة والسرور. محمود، المزيد لديك بالطبع عن عروض وسباقات الهجن الذي يتم تنظيمه بالمشاركة بين وزارة الشباب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهجن. تحياتي ليك مصطفى من مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. وكما تحدثت، هي الصورة التي تتحدث، والحقيقة أجواء مبهجة جميلة ويوم مهم من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، سباق الهجن اللي انطلق اليوم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد المصري للهجن، واللي بدأت فعلا من منطقة سيدي عبد الرحمن بالإضافة والمرور بالممشى السياحي ومنطقة النورث سكوير لحد وصولها إلى المنطقة الترفيهية. والحقيقة احنا عشنا أجواء جميلة من التقاط الصور أمام الأبراج اللي بتزين مدينة العالمين الجديدة، 50 جمل بيشاركوا من كذا محافظة، بنتكلم عن حوالي 15 محافظة و22 قبيلة مشاركين في هذا العرض، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد اللي هيكون لسباق الهجن يوم الثلاث والأربع في مضمار الهجن في مدينة العالمين الجديدة. لكن خلينا نعرف كواليس الاستعدادات كمان للبطولة اللي جاية أو السباق اللي جاي الهجن، ونعرف طبعا المشاركين بصفة أكتر. خلينا رحب بضيفي العزيز الشيخ عيد حمدان، وهو الرئيس الاتحاد المصري للهجن. برحب بيك يا شيخ عيد، وإيه الصورة الجميلة الحلوة اللي انتم مشاركين بيها النهاردة؟ ولو تكلمني عنها أكتر والاستعدادات والمشاركين طبعا بالجمال وأعضاء الاتحاد المصري للهجن. والله احنا سعيدين بأطلالتكم علينا، الإعلام المصري ده دايما ورانا. طبعا المشاركة، احنا بنشارك في بلدنا وبنفرح ببلدنا، وبدأ بلدنا دائما لما تكون في تطور اليوم الأبراج اللي تزين مدينة العالمين أول مرة نجيها، وأول مرة 15,000 من أبناء القبائل من محافظات الصعيد ومحافظات سيناء ومحافظات إسماعيلية ومدن القناة كلها موجودة اليوم في مدينة العالمين. موروث الأباء والأجداد الهجن، الموروث ذا أكثر من 1500 عام. رياضة الهجن دي بدأت من أكثر من هي الرياضة الأولى في التاريخ. فالبدو اليوم والقبائل كلها في مدينة العالمين عندنا بطولة كبيرة جدا في يوم الثلاث والأربع،
وجبنا من افضل السلالات اللي بنعرض بيها حوالي 50 جمل بنعرض به العرض اللي شايفه انت، وكل سنه ان شاء الله هنكون موجودين. الدكتور اشرف الصبحي دائما مبادراته وافكاره طيبه وراء الهجن، فخامه الرئيس بيدعمنا في كل مكان، فالشكل اللي شايفينه في مدينه العالمين، وان شاء الله كل سنه هنقدم جديد في هذا المدينه. شايف اهميه التعاون ما بين حضراتكم كالاتحاد المصري للهجن والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وكمان التسهيلات اللي بتقدمها ليكم الشركه علشان يكون في سباق وعروض بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه النهارده في العالمين الجديد؟ والله المتحده دي يعني قناه او شركه بنشكرها جدا، ابناء القبائل كل مصر بتشكروها، بتشوف البدو كلهم وكوادرهم وغيرتهم شايفين المتحده عملت ايه، عملت زخم اعلامي لرياضه الهجن، ولا قناه في الماضي عملت اللي زي عملت المتحدة. الإعلام له دور كبير في النهضة والنجاح، وأنا بشكر المتحدة عبر منبرك هذا على الدعم الكبير لهذه الرياضة، وبنشكر فخامة الرئيس، وإن شاء الله أنت اليوم في 1500 جمل بعد المتحدة والأطلال الكبيرة للإعلام، كل قرى كل المدن في والصحراء كلها بتتفرج علينا اليوم، السنة الجاية تلقى 3000 مشارك. فبنشكر المتحدة على هذه الإطلالة الطيبة، وإن شاء الله يا ريت في كل مناسبات الهجن أنها تنقل بث مباشر لريادة الهجن زي ما السعودية بتعمل وقطر بتعمل بث مباشر للأشواط كرة قدم. هنكون معاكم لحظة بلحظة أكيد في فعاليات الهجن، بس قول لي أخيرا كده انطباعك عن مهرجان العالمين الجديدة والأجواء الجميلة في مدينة العالمين. والله بهجة كبيرة، وإن شاء الله قبائل مصر كلها 15000 عندك، السنة الجاية 30-40 ألف مشاركين في مدينة العالمين، هيكونوا موجودين هيجوا سياحة، ولكن المشاركين هيوصلوا 3000 إن شاء الله. أنا بشكرك وبالتوفيق، وهنكون معاكم منتظرين طبعا السباق المهم والبطولة المهمة للهجن في مدينة العالمين الجديدة. وإحنا كاتحاد مصري، أنا عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد العربي، إن شاء الله دول الخليج في الاتحاد العربي معنا 10 دول، إن شاء الله هيكونوا موجودين في العالمين العام القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، بشكرك وشرفتنا. يعني مشاهدينا الكرام، زي ما تابعنا كده التفاصيل والاستعدادات الخاصة ببطولة الهجن والتعاون الكبير اللي بيتم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن. الحقيقة الشركة دايما حريصة على ان هي تقدم تنوع مختلف لزائري ورواد مهرجان العالمين الجديدة، ويمكن منذ قليل كان في عروض للتنورة والفنون الشعبية، واللي اشتركوا مع طبعا العروض الجمال اللي موجودة، فكان في حالة حلوة جميلة موجودة وسط الأبراج والجو الجميل طبعا اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة في أجواء مبهجة، وإحنا لسه الفعاليات مكملة معانا النهاردة، هيكون في المنطقة الترفيهية عروض التنورة وعروض طبعا وزارة الثقافة بالتعاون أيضا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فبندعو كل الناس إن هي تيجي وتحضر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، سباق مهم النهاردة وعروض جميلة طافت كل الشوارع والمناطق السياحية الخاصة بمدينة العالمين الجديدة، ولسه هنكمل السباقات دي يوم الثلاث ويوم الاربع. هيكون في بطوله مهمه جدا طبعا في مضمار الهجن في مدينه العالمين الجديده، وزي ما كنا بنتكلم ان المدينه اصبحت الوجهه السياحيه الدوليه المهمه. نعم. هنشوف في مشاركات عربيه وهنشوف في مشاركات اجنبيه. نعم. في مختلف الفعاليات اكيد يا محمود، صوره بتتحدث عن نفسها، وزي ما قال الشيخ عيد السباق وهذه المسابقه لها تاريخ طويل في يعني محافظات مصر، وبالطبع ستكون في العام القادم مختلفة متنوعة ثرية لها أبعاد مختلفة. محمود يعني الصورة تتحدث عن نفسها، أرجو أن تنقل لنا الصورة من جديد وتترك الصورة للمشاهد الكريم حتى يرى هذا الجمال ويرى هذا السحر المتواجد على أرض مصر. وللمزيد ينضم إلينا من مهرجان العالمين كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري للتعرف على تفاصيل أكثر. كريم، يعني تابعنا طبعا سباق الهجن وتابعنا الاستعدادات لسباق الهجن، حدثنا أكثر عن الفعاليات الجديدة في مهرجان العالمين من حفلات فنية ومسابقات رياضية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعلا يعني زي ما زميل العزيز محمود جميل كان بيتكلم دلوقتي على انه فعلا المهرجان اللي حصل النهاردة داخل مهرجان العالمين في نسخته الثانية الخاص بالهجن ما هو الا رسالة واستعداد وتجهيز لسباق الهجن يكون موجود يوم الثلاث ويوم الاربع، ويمكن دي ميزة معينة موجودة دايما في المحافظات المصرية، هي مش مقتصرة بس على العالمين الجديدة، هي كانت موجودة
ثاني مره في العالمين اهي بتتعمل، لكن المره دي زي ما الشيخ عيد كان بيتكلم هي فعلا جامعه من عدد كبير من المحافظات، من 10 ل 14 محافظه هيكونوا مشاركين، وكمان اخواتنا العرب هيكونوا موجودين كمان وهيشاركوا بجبالهم المختلفه النهارده. يمكن لو بدينا فعلا من الزميل محمود جميل، من الزميل محمود جميل من حته الهيجن والجزء الخاص باعداد اكتر من 1500 وحاجه و30 جمل هيكونوا مشاركين. الحقيقه ان الجمال منها جمال للسباقات ومنها جمال للاستعراضات بشكل عام، لكن ده تعاون الحقيقه ما بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه واتحاد الهيجن، ولكن اكيد اللي بينظم رياضه الهيجن بشكل عام هي وزاره الشباب والرياضه، ليها دور كبير جدا وفعاليات كتيره حضرناها، لكن دورها النهارده كمان مهم فيما يتعلق بالهيجن. عشان نتكلم اكتر عن دور وزاره الشباب والرياضه، معايا دلوقتي ضيفي الدكتور سامح منصور، هو مدير اداره المشروعات بوزارة الشباب والرياضة. برحب بحضرتك يا فندم على القناة الأولى. ما الذي توفره وزارة الشباب والرياضة لدعم رياضة الهيجن عامة ووجودها النهاردة في العالمين الجديدة في المهرجان؟ شايف الشباب والرياضة يعني ليها تواجد يعني إن شاء الله جاد جدا في مهرجان العالمين، بدأ الأسبوع الماضي بصورة تذكارية للأبطال البارالمبيين اللي هيشاركوا في باريس إن شاء الله بعد أولمبيات الأسوية، ويمكن النهاردة تاني فاعلية اللي هي مهرجان الهيجن، رياضة جميلة ورياضة محببة ورياضة تراثية للمصريين وللعرب. حضرتك نوهت أن في يعني إن شاء الله في بطولة بكرة وبعده على المستوى العربي بمشاركة دولة الإمارات. وزارة الشباب والرياضة بتدعم ده سواء على مستوى البطولة إن هي في بطولة الهجم بتتنظم في مصر، وكمان على مستوى الممارسه احنا شفنا النهارده رياضه الهجم بتشارك في الممارسه العامه والتعريف بالرياضه في الشارع من خلال تواجدها في مدينه العالمين. حضراتكم كل الاعلاميين النهارده بيغطوا الرياضه ديت، وان في مسيره للهجن النهارده موجوده، فبالتالي كل العالم شاف الرياضه الجميله ديت وان في رياضه تراثيه موجوده في مصر وان شاء الله تنتشر بشكل كبير جدا من خلال القاء الضوء عليها في مدينه العالمين النهارده. طيب كمان اكيد الوزاره بتقدم نوع من انواع الدعم دايما للرياضيين، موجود زي ما حضرتك ذكرتها في مع البارالمبيين، موجود في نشاطات اخرى، لكن ايه الدور المباشر اللي بتقدمه لاتحاد الهيجن او للهيجن، خصوصا انه بعد العرض الجميل اللي شفناه النهارده وفي انتظار اكيد تنظيم هايل للمهرجان اللي هيكون بكره وبعد زي ما حضرتك ذكرت او فجر بكره وبعد ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك ان احنا في الوزاره بنشتغل على شقين، شق الممارسه العامه من خلال الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه، وفي البطوله اللي بتدعم كل الاتحاد الرياضيه طبعا ومنها اتحاد الهيجن في البطوله دي او غيرها، سواء الدعم المادي او اللوجستي او التسهيلات اللي بتقدمها وزاره الشباب والرياضه في انجاح كل ان شاء الله البطولات اللي بتتنظم على ارض مصر سواء للهيجن او لغيرها ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا دكتور سامي على هذه المعلومات الوافيه، شرفتنا ونورتنا، وزي ما كنا يعني سمعنا حالا دلوقتي هي يعني تكاتف الحقيقه بين كل الجهات عشان تخرج دايما الفعاليات المختلفه في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه باحسن شكل، منها الحقيقه مسابقه الهيجن او مهرجان الهيجن الحقيقه اللي بيشارك لاول مره في مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. وهي دي الفكره ان احنا بنبعت رساله انه ان احنا بنحاول دايما نقول انه احنا داعمين لكل انواع الرياضات حتى لو هي رياضات الهيجن الحقيقه، سواء كانت في العريش في شرم الشيخ، ولكن المميز المره دي ان هي في العالمين الجديده. هل ده هيقتصر بس المهرجان على فكره الهيجن او الاستعراض او المسابقه اللي هتكون اليومين دول؟ الحقيقه انه لا، زي ما الزميل محمود كان بيتكلم من شويه انه لسه فيها تبقى فرقه الفنون الشعبيه وفرق خاصه وحفلات خاصه بوزاره الثقافه هتكون موجوده على الممشى السياحي النهارده، وده اكيد ما يمنعش انه استمرار الحفلات اللي هتكون موجوده بعد كده على المسرح الروماني في المدينه التراثيه هتبقى تقريبا يعني يوم ويوم لا، يعني شكل شبه يومي للحفلات دي، غير الحفلات الاسبوعيه اللي موجوده في اليو ارينا، غير الفعاليات الرياضيه المختلفه، غير الحقيقه كمان انه المشاركه من الطلاب، يعني الاطفال ليهم اماكن يلعبوا فيها هنا في المهرجان، مشاركه الناس بشكل عام في الشاطئ العام، الحقيقه كمان انه الطلاب اللي موجودين من الجامعات بييجوا عشان يمارسوا هواياتهم المفضله من رسم ومن غناء على المنطقه الترفيهيه او في المنطقه الترفيهيه، بالاضافه للفعاليات الرياضيه زي كره القدم وكره السله، وكل ده اكيد هنتابعه في الاسبوع الثالث المهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه. برجع لكم مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، واشكر ايضا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، أشكركم على هذه المتابعة الوافية لفعاليات مهرجان العالم عالمين. We'll be right back.
معاكم مشاهدينا الكرام، بنتابع النهاردة وشفنا عروض الهيجن في النسخة الثانية من مهرجان العالمين. نقطة البداية كانت من أمام سينما السيارات، ويمكن دي من أوائل أو في بداية المدينة، وصولا بقى أو مرورا بكل مناطق العالمين الشهيرة، الأبراج والمناطق الشاطئية والكورنيش، كل ده مرت عليه الهيجن في عرض ولا أحلى طبعا. ويمكن احنا متابعين في الخلفية الاحتفالات ما زالت مستمرة لعروض الهيجن في العالمين الجديدة ضمن النسخة الثانية من مهرجان العالمين. حقيقة أنا أعتقد أنه الجديد في العرض المرة دي الجمال ليهم طبيعة خاصة، والرياضة دي ليها طبيعة خاصة وليهم بيئة خاصة، ودي كانت بيئتهم وطبيعتهم، لأن مدينة العالمين أصلاً كانت صحراء. مش بس الحقيقة صحراء، لا، هي كانت صحراء مليانة ألغام، ولكن النهاردة إحنا في مدينة متكاملة، مدينة حلوة، مدينة يستحقها كل المصريين. يمكن العرض اللي حضراتكم تابعتوه على الشاشة مر على مناطق كتيرة قوي قوي من مدينة العالمين، من المدخل عند السينما وعند الفنادق وعند الأبراج والمناطق الفارهة جدا جدا، مرورا بالشاطئ العام والشواطئ الخاصة والكورنيش والمنطقة الرياضية وأرض المعارض، كل ده في مدينة العالمين الجديدة. والعرض الحقيقة اللي ضمن مهرجان العالمين في نسخته الثانية اللي بيأكد دايما على قوتنا الناعمة وعلى هويتنا وعلى ثقافتنا وعلى حفاظنا دايما على ده، على حفاظنا دايما على جذورنا، وقد ايه الحقيقة انه احنا مهتمين دايما نرجع للنقطة دي. الحقيقة يا جماعة ابتدى عرض الهيجن من نقطة مختلفة عن اللي احنا موجودين فيها. النقطة اللي احنا موجودين فيها دي هي المنطقة الترفيهية الشاطئية. انا بصراحة اكتر حاجة لفت نظري هنا في العالمين حاجتين مهمين جدا في وجهة نظري. الحاجة الاولانية، احنا تربينا ووعينا وشبينا على فكرة 7000 سنة واحنا عندنا حضارة واحنا واحنا واحنا، لكن الجديد ايه ما كنتش بتشوفه قوي في السنين اللي فاتت. احنا بقينا بنشوف الجديد. لما بتتكلم على الجمهورية الجديدة فانت فعلا دلوقتي واقف على ارض بتشوف فيها وبتشوف بعينيك وبتلمس بايديك يعني ايه جمهورية جديدة. يعني بتشوف هويتك في سباق الهيجن، التراث والموروثات الثقافية والهوية العربية والمصرية بتاعتك، وبتشوف الحداثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بتشوف الحداثة دي في مستويات خدمة بتضاهي اعلى المستويات اللي موجودة في اي حتة في الدنيا، بتشوفها في بحيرات وشواطئ، وبتشوفها في أبراج، وبتشوفها في بنا، وبتشوفها في كل حاجة. وانت ماشي بتلاقي مدينة. القصة في العالمين مش قصة منتجع ولا كام برج ولا شاطئ ولا حاجة، انت بتتكلم في مدينة متكاملة توجد بيها تنمية وحياة مستدامة في المنطقة دي. المنطقة اللي كانت في وقت من الأوقات صحراء، ومش من وقت بعيد، من وقت قريب كانت صحراء، ومش صحراء بس، صحراء مليانة ألغام وفيها خطورة على حياة الرجليه تيجي بس هنا ولا تفكر تهوب هنا. انت دلوقتي بقت عامل مدينة فيها كل التفاصيل اللي تخلي عيلة ولا شاب ولا أسرة ولا زوج وزوجة يقدروا يعيشوا هنا. أي أسرة مصرية مهما كان خلفيتها المادية أو الثقافية أو الاجتماعية هتلاقي لها مكان في العالمين، تقدر تعيش هنا وتتبسط هنا وتتمتع بأجازتك هنا، ولو أنت طالب تقدر تدرس هنا، ولو أنت عندك معارض تقدر تنفذها في العالمين في حتة مش هتلاقي زيها حتة تانية في الدنيا. والكلام اللي كان دايماً الواحد بيسمعه قبل ما يجي هنا، دي حتة للناس المقتدرين، دي حتة للناس اللي في جيبهم فلوس كتيرة قوي. والله العظيم قسما بالله احنا ماشيين هنا لقينا شاطئ عام جنبيه شاطئ خاص، الاتنين بنفس المواصفات بنفس الجودة بنفس كل حاجة. المكان ده للمصريين كلهم، من أسوان لإسكندرية، من شمال مصر لجنوبها، من شرقها لغربها، أي حد هيجي هنا هيتبسط ويتمتع ويفخر إن المكان ده اتعمل بإيدين مصريين، ولاده وإخواته وأهله، ويفتخر ان المكان ده معمول على ارض مصر. هنكمل معاكم فعاليات مهرجان العالمين الجديده لغايه نهايه اغسطس، وكل يوم باذن المولى عز وجل هنوري لكم صوره تمتع عينيكم وتخليكم فخورين ببلدكم.
شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، تابعنا معا مهرجان العالم عالمين والأجواء التي تدور على أرض العالمين. شكرا لطيب المتابعة، وإليك زميلتي أنا. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم في خدمات إخبارية تالية، وإلى اللقاء.